المنافق كما هو معلوم هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو النفاق الاعتقادي، ويكون صاحبه خارجا عن الملة، وإن مات على هذا النفاق فهو خالد مخلد في نار جهنم. أما النفاق العملي فلا يكون صاحبه كافرا ولا خارجا عن الملة ولا مخلدا في النار، وذلك في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا النفاق العملي يوجب النفاق الاعتقادي. ولذا لو تأمل المسلم الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في النفاق العملي لوجد أنها منطبقة على من به نفاق اعتقادي.